الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب اداب السفر والنزول والمبيت والنوم في السفر، استحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وذكر حديث في هذا الباب تدل على ما بوب به رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث كلها تدل على عناية هذا الدين العظيم بحقوق الخلق من البشر وغير البشر. ففي هذا الحديث عناية الإسلام بحقوق البهائم، ومنها الدواب التي تستعمل في الركوب وفي السير، فإن لها حقا لا بد للمسلم أن يعرفه وأن يعمل به حتى لا يقع في ظلمها وفي تحميلها ما لا طاقة لها به. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، والمراد بالخصب يعني وقت الثمر ووقت العشب ووقت الخير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها. ومعنى ذلك أنكم إذا كنتم في السفر وكانت الأرض مخضرة فأعطوا الإبل حقها من الرعي والأكل حال سيرها، لأن هذا من حقها، وأيضا هذا مما يعين في السفر، يعين الدابة على التحمل في السفر. قال: وإذا سافرتم في الجدب، الجدب ضد الخصب، لم يكن هناك ثمار ولا هناك عشب، فماذا يفعل المرء في هذه الحالة؟ قال: فأسرعوا عليها السير، أسرعوا عليها السير، لأنها إذا تباطت في سفرها فإن هذا يتعبها ويهلكها لعدم وجود ما تأكل وتشرب. قال: فإذا كان في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. بادروا بها نقيها، النقي المراد بها المخ، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: العجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ لها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبادروا بها نقيها، أي قبل أن تفقد مخها، يعني تفقد المخ وتفقد النشاط والحيوية بسبب الجدب. ففي مثل هذه الحالة عليك أن تسرع حتى ينقطع السفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. عرستم، المراد بالتعريس هنا النزول، لأن التعريس يراد به النزول في المكان، ويراد به أيضا الجماع، فله عدة معاني. فهنا معناه إذا عرستم، إذا نزلتم في المكان. قال: فاجتنبوا الطريق، وهذا من الآداب في السفر، أنك لا تنام في الطريق ولا تجلس في الطريق، لأن هذا اعتداء على الحقوق، وأيضا فيه تعريض للنفس للخطر، لأنها مأوى الدواب والهوام. فإذا كان هذا في السفر فمن باب أولى في الحضر، لأن حق الطريق في الحضر أكثر من السفر، وذلك لأن في الحضر يكثر المرور بخلاف السفر. وفي هذا إشارة للذين يقفون بسياراتهم في وسط الطريق للحديث أو نحو هذا، هذا مخالف للشرع، بل إنهم يتعرضون للوعيد
الذي ورد أنهم يستحقون اللعن. فالمسألة ليست سهلة أن يتعرض للناس في طرقهم وأن يضيق عليهم، فهم يتساهلون في هذا، وهذا لا شك أنه خطير، أن هذا خطير، لأن بعض العلم يلحق الأذية والتضييق على الناس بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اتقوا الملاعن. قالوا يقاس هذا على هذا، لأن العلة واحدة، هي التضييق على الناس، التضييق على الناس في طرقهم تخريبها عليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجتنبوا الطريق. لماذا؟ قال فإنها طرق الدواب ومأوى الهوان بالليل، حتى لا تعرض نفسك للخطر، وأيضا حتى لا تضيق على الناس طرقهم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل، أي نزل بالليل، اضطجع على يمينه، وهذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رواه مسلم. فإن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، إذا عرس بالليل يعني بأول الليل اضطجع ونام. أما إذا كان قبيل الصبح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ راحته في النوم، وإنما يضع رأسه على كفه بعد أن ينصب ذراعه، وذلك كما قال أهل العلم حتى لا تفوته صلاة الصبح، لا تفوته صلاة الفجر، لأنه إذا أخذ راحته في النوم خشي أن تفوته الصلاة. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر خصوصا، بخلاف ما يفعله اليوم كثير من الناس، يسهر ويسهر حتى إذا بقي وقت قليل على صلاة الفجر ذهب ونام، ثم يقول غلبني النوم. ما غلبك النوم، بل أنت المفرط، وأنت من تعمدت إضاعة صلاة الفجر في وقتها. وفي هذا أيضا فائدة كما ذكر العلم، أنه ينبغي وضع المنبهات وما يعين على القيام للصلاة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصب ذراعه وينام على كفه ولا يأخذ راحته، كل هذا مما يعينه على القيام، فكل ما أعان على القيام داخل في معنى هذا، في معنى هذا الحديث. آخر حديث في هذا الجلسة قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، رواه أبو داود بإسناد حسن. والمراد بالدلجة السير في الليل، قال عليكم بالدلجة يعني السير بالليل في السفر. العلة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. ما المراد بهذا الحديث فإن الأرض تطوى بالليل؟ قال بعض العلم الحديث على ظاهره، أن الله عز وجل يزوي الأرض ويطويها لمن يمشي فيها بالليل، على ظاهر الحديث فإن الأرض تطوى بالليل، وهذا المعنى ليس بعيد، وليس هذا على الله بعزيز، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وذهب بعض العلم إلى أن المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأرض تطوى بالليل أن هذا من جهة النشاط، فإن النفس تنشط في السير في الليل وتتيسر الأمور في السير بالليل. قالوا هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن الأرض تطوى حقيقة، بل الأرض كما هي، والحديث يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. ولكن الذي يعني نحن نأتمر به أننا نستن بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السير بالليل لما فيه من طوي الأرض بالليل، سواء قلنا أنها تطوى حقيقة أو أن ذلك يكون على سبيل النشاط والحيوية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.